يغير ايضا 7 دقائق و55 ثانية وتسعة من الاجزاء من الثواني. هذه الانطلاقة لاندفاع ثاني اشواطنا مشاهدينا الكرام، مستكملين هذا التحدي وهذه الاندفاعات وهذه الانطلاقة المباشرة التي تحملها اندفاعات رياضتنا العربية الاصيلة. اذا ننطلق على بركة الله في ثاني الاشواط ونحمل ايضا هذه الاثارة في اندفاع كبير ومباشر من خلال هذه اللحظات. نسير بالثاني الاشواط، شوط خاص بالابكار الاندفاعي وفي التحدي وفي المسار هناك من خلال هذه اللحظات. ثاني الاشواط لابكار المهجنات وايضا 5 كيلومترات يا اخواني، يا سلام، نشاط 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 وهذه التحديات. هنا الصريدية ايضا على المركز الاول والانطلاق الاول لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير المعلن هذه البداية وهذه الانطلاقة وهذه التحديات. بينما تأتي في المركز الثاني طفرة على المركز الثاني لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وهناك ايضا التضمير طارش من مبارك بالقوبع الذي يعلن ايضا اندفاعه. الطروقية وصلت في المركز الثالث، المركز الثالث لهجن العاصفة وواثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير اللي تابع هذا الانطلاق وهذا التواصل. المركز الرابع بالصوغان في رابع المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة ايضا سعيد بن عبيد بن مرشد. بينما خامس المراكز يا سلام الشاهينية سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم سعيد بن عبد الله بن حميدات الاشتبي الذي يعلن ايضا هذا التحدي. هناك على المركز الخامس نعود الى خامس المراكز ونتابع شقرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وعبد الله بن ثعيلب الهايري في تضميرها. بينما سادس المراكز هذه الدختورة ايضا لسمو الشيخ محمد بن المرمي المكتوم المكتوم سعيد بن سالم الينيبي. والمركز السابع السابع هي سهم، سهم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري ضمرها. تأتي كلاسة على المركز الثامن. خلاص التجارب قلنا تجارب ناجحة 100% والأسماء ما شاء الله فيها إثارة. الصريدية إذا والطروقية على الصدارة لهجن العاصفة وانطلاق ما شاء الله مع الواثق حمد بن راشد بن غدير واثق المضمرين. سلام سلام على الثقة، سلام على الأداء، سلام على الأداء الجميل المميز اللي تقدمه هذه الهجن والتي تعلن أن هذا الشعار الملكي موجود على بداية التحديات وبداية الانطلاقات دائما من خلال هذا المسار. كلاسة في المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم أيضا بقيادة عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. ونجد على المركز الرابع لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. الطروقية خلاص تحركت، الطروقية طارت وطرقت الطروقية على البداية على المقدمة ما شاء الله مثل ما أعلن واختار لها هذا الاسم الجميل والمميز. هنا بدأت أيضا ما شاء الله وتبارك الله انفراد وتحدي وإثارة. تهانينا والناموس إذا لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على هذه الإثارة وهذا التحدي للطروقي. وشكرا واثق المضمرين مشكور براشد ما شاء الله، تهانينا والناموس على هذه الإثارة. المركز الثاني صريدية أيضا لهجن العاصفة، وثالث المراكز هذه كلاسة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع نجد لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. وفي المركز الخامس شقرة أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هذه المراكز الأولى وهنا الإثارة الأولى والانطلاق الأول ما شاء الله واللي بدأ، ولكن العودة إلى الطروقية اللي أيضا كانت هنا في هذه الانطلاقة أعلنت أنها سيدة الموقف في أول كيلو مثل ما سوت دفرة. نعم بالفعل 7 دقائق 56 ثانية 3 من الأجزاء من الثواني هو التوقيت الزمني. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا لواثق المضامين حمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني ذهب إلى الصريدية أيضا في المركز الثاني لهجن العاصفة 7 دقائق 58 ثانية 3 من الأجزاء من الثاني. تهانينا والناموس على هذه الإثارة وهذا التحدي وهذا المسار. المركز الثالث كان من نصيب كلاسة، تهانينا والناموس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. تهانينا عتيج بن سالم بالعرطي.